اهلا بكم دور وطني مهم تقدمه قبائل سيناء على صعيدين مختلفين تماما ولكنهما متزامنان دعم الدوله في جهود مكافحه الارهاب بالتوازي مع لعب دور مهم في التعمير والبناء والتنميه جنبا الى جنب مع الدوله كانت لقبائل سيناء جهود كبيره في التنميه والبناء على ارض الفيروز في الوقت نفسه بذلت فيه الدوله جهدا متواصلا لاكتثاث جذور الارهاب خلال موجه الظلام التي مرت بها مصر أما الإرهاب فقد وقفت قبائل سيناء يدا بيد مع الدولة في هذه الحرب الشرسة التي تمكنت فيها الدولة من القضاء على الإرهاب الأسود خلال فترة ما بعد الثلاثين من يونيو من عام 2013 حيث تبنت مصر استراتيجية شاملة للقضاء على الإرهاب دعمتها القبائل من خلال تقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي للأمن كثيرا ما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدوله على تحقيق الامن والامان لاهالي سيناء ليرد بدورهم الاهالي بالبرهان على انهم ابناء وطن يحفظونه من الارهاب فقدموا المساعده في القبض على الارهابيين فضلا عن محاربه العناصر الارهابيه الى جانب قوات مكافحه الارهاب لم يقتصر دور قبائل سيناء على هذا فخبراتهم ساعدت قوات الامن في الكشف عن هويه العناصر الارهابيه ودفعت القبائل من دمائها ثمن تطهير هذه الارض ففقدت عددا من ابنائها ومن كبار شخصياتها خلال الحرب الشرسه التي خاضتها الدوله ضد الارهاب وتزامنا مع الحرب ضد الارهاب لم تتوقف عجله التنميه في سيناء اذ تمضي الدوله بخطى متسارعه في تنفيذ استراتيجيتها الوطنيه لتنميه شبه جزيره سيناء من خلال مسارات عده ومتوازيه تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة مع إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم. لتستمر حركه التطوير والتنميه على كل المستويات في محافظه شمال سيناء بفضل القبائل البدويه التي كان لها دور في اعاده الاعمار ودعم الجهود الحكوميه في مواجهه التنظيمات المسلحه التي هددت امن واستقرار ارض الفيروز